بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله فتة الكوارع. عندنا حلة كبيرة على النار عالية من غير أي مادة دهنية، هنحط الكوارع فيها ونقلبها لحد ما لونها يغير وتشمع معانا. بعد كده هنحط عليها زعتر أخضر وثلاث ورقات لورا وفصين حبهان، وهنحط حوالي 3 لتر مية وهنهدي النار نخليها متوسطة، وهنغطي الحلة ونوري بالغطا عشان ما تفرش معانا، وهنسيبها لحد ما تستوي. وأي ريم هيظهر أثناء السلق هنشيله بالمعلقة. وبعد ما الكوارع تستوي معانا هنسيبها لحد ما تبرد تماما. بعد كده هنقطعها بالسكينة ونخليها من العظم ونقطعها بالحجم اللي احنا عايزينه سواء متوسط او صغير. بعد كده عندنا حلة على نار متوسطة هنحط فيها معلقتين كبار زيت وخمس فصوص ثوم مفرومين، وهنحمر الثوم لحد ما يبقى لونه معانا ذهبي، ونخلي بالنا انه ما يتحرقش معانا. وبعد ما الثوم يتحمر معانا وريحته تظهر هنضيف 3 معالق كبار خل. بعد كده هنضيف الكوارع ونقلب كويس. وهنضيف وحدتين طماطم مضروبين في الخلاط مع معلقة كبيرة صلصة طماطم معلبة. وهنضيف حوالي ربع كوباية من شوربة الكوارع. وهنضيف رشة ملح، ونخلي بالنا من الملح اللي بيكون في الشوربة، وفلفل اسود. وهنضيف معلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ورشة صغيرة كمون، ونقلب كويس. ونغطي الحلة ونسيبها لحد ما تتسبك وقوامها هيتقل معانا. وهنجهز العيش بتاع الفتة. عندنا رغيفين عيش بلدي هنقطعهم بالشكل ده وهنحطهم في طاسة، وهنحط الطاسة على نار هادية وهنضيف عليها معلقة صغيرة سمنة، وهنضيف رشة فلفل اسود. وبعد ما السمنة تسيح تماما هنقلب العيش من وقت للتاني لحد ما يتحمص، وخلاص كده العيش اتحمص معانا. وهنسقي العيش بشوربة الكوارع وهنغطيه ونسيبه علشان يتشرب. وعندنا رز أبيض عادي معمول بشوربة الكوارع، وسمنا كوارع مع الصلصة على نار هادية لمدة نص ساعة لحد ما وصلت معانا للقوام ده كده. ولو مستعجلين ممكن نعلي النار شوية بحيث تخلص بسرعة، وما ننساش نقلبها من وقت للتاني. بعد كده هنجهز طاجن أو طبق للتقديم، وهنحط طبقة من العيش وطبقة من الرز وطبقة من الكوارع، ونكمل بنفس الطريقة لحد ما تخلص الكمية اللي عندنا. وخلاص كده فتت الكوارع جاهزة معانا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.